الاهلي يهزم اسوان بهدف نظيف في الشوط الاول في مباراه من وجهه نظري سهله. هدف رائع لكهربا من لمسه رائعه وتمريره اروع من حسين الشحات. شوط اول الامور واضح كده من بدايه المباراه ان اسوان ما عندهاش الجراه ان هي تهاجم النادي الاهلي. احنا اللي بنديهم الفرصه. حتى بعد الهدف المفروض برضو نفس الحاله اللي بتجيلنا كل مره. بنجيب جول بدل ما ندوس عليهم ونجيب جول تاني ونريح الامور، لا. بيبقى فيه هدوء غريب جدا 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 من لعيبه النادي الاهلي، بتدي الفرصه للفرق الثانيه ان هي تدخل الجيم وتطمع فيك وتوصل لجول اكتر من مره زي ما احنا شفنا الشوط الاول. هنروح لفاصل وبعدين نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. الواحد اتلخبط. نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار عن احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط اول النادي الاهلي حقق فيه الفوز 1-0. كان ممكن بعد الهدف نضغط شويه، كان ممكن نجيب جول تاني، جول تالت، في مساحات شاسعه في فرقه اسوان، ولكن احنا طمعنا فرقه اسوان في المباراه. احنا جبنا الجون كمان متاخر، بس جبنا. احنا ابتدينا بعرضيات وبمفهوم المباراه، نهايه المباراه اللي فاتت ابتدينا المباراه دي بعرضيات علي معلول اللي واضحه جدا، الكروسات اللي بيعملها لاستغلال محمد شريف منطقه الجزاء كلها مع حسين الشحات وكهربا. تحس برضو ان في مكان فاضي في منطقه الجزاء، تحس بخيال بواليا هو اللي بيطلع يعمل الكور بدماغه دي، عايزين حد بيلعب براسه كويس في المنطقه دي، مروان اي حد. تحس بجهاد محمد شريف النهارده مش موجود خالص، شفتها سلبي، مسلم نفسه للاثنين ديفندر. تجيب جول وتقدر تجيب جول في اي وقت بعدها، تحس ان انت همت ومستكفي بكده، فتدخل الفرقه الثانيه معاك في الجيم ويهددوك بقى عن طريق اوفسايد مش اوفسايد، انما تحس ان انت بتديهم مساحه يقدروا ياخدوا يستلموا الكوره فيها ويقدروا يجروا بالكوره فيها ويقدروا يهاجموا الديفندر بتاعك. برضو في حاله عدم تمركز، تحس انك انت الديفندر بتاعك رد على نص الملعب وباي كروس ممكن كونتر اتاك، ممكن كل ده يتضرب ويلحقك علي لطفي ويطلع شتت الكوره. فلازم يبقى في تنظيم على طول، بقالنا 3-4 ماتشات تنظيم لعيبه في الملعب، لازم هما من نفسهم يبقى كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه، ما تبقاش سايبه كده سوليه يطلع لقدام يتكل على ديانج انه هيشيل الليله. يعني الحكايه لازم يبقى فيها تنظيم ولازم فيها تعزيز للهدف اللي انت بتجيبه، تريح الخطوط بره وتريح اللعيبه في الملعب جوه، لازم نركز اكتر بكده. روح اللي احنا بندور عليها في اخر 10 دقائق ندور عليها في خلال المباراه والوقت في ايدينا. صحيح. هو ده المطلوب يعني. كابتن علاء، شفنا الشوط الاول برضو في حاله بطء شديده جدا في التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. هو شوط متوسط مستوى جدا، في مشكله بس في لعيبه النادي الاهلي، التمرير خاطئ، ميس باص كتير جدا خصوصا في نص الملعب، وده اللي بيدي فرصه لعيبه اسوان اللي بتعمل التهديد اللي اتكلم عليه كابتن شريف. يعني لعيبه اسوان لو 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 شفت ملخص سريع كده ايوه في الشوط الاول مفيش هجمه منظمه. صحيح. هي كلها كوره مقطوعه منك انت. مزبوط. على مساحات فاضيه في نص الملعب، ودي الظاهره اللي بقالها 3 ماتشات واضحه جدا، دايما عندك في نص ملعبك في مساحات كتير قوي فاضيه وفي خطوط بعيد شويه عن بعض. النادي الاهلي كان دايما بيتميز ان خطوطه قريبه قوي، المساحات مفيش مساحات. مزبوط. حته التمرير استلام والتسلم دي ما فيهاش فيها غلطه، انت مفيش فرقه بتعمل عليك هجمه غير اللي انت. انا دايما بقول النادي الاهلي هو المسؤول عن كل حاجه، هو لعيبه النادي الاهلي بتدي الكوره. عشان كده لو انا مرسي موسيماني اول حاجه اعملها لازم اول 10 دقائق ضغط رهيب ونجيب الهدف الثاني. في عدم تفاهم في الملعب يا كابتن ببعض اللعيبه وبعض. في بص يا ايمن، هي بين قوسين كده عشوائيه شويه، بس في عشوائيه في الاداء، الجماعيه بتاعتك اللي انت كنت ماسك مش موجوده، فاخدها شويه. برضو خد بالك في حته الاستسهال برضو للمباراه، لازم النهارده الهدف الثاني يجي بسرعه على اساس يبقى الموضوع بالنسبه لك الى حد كبير انتهى باذن الله. كابتن اسامه، يمكن معانا الاحصائيات بتاعت الشوط الاول 65 35 2 من 5 تصيب على المرمى، الاسوان شاط 5 لـ5 بره الثلاث خشبات، بس ثلاث ركنيات هنا وثلاث ركنيات هنا.
شفنا خطوره بالرغم من قله الكور الثابته لاسوان انها انما بتعمل خطوره وتهدد مرمى علي لطفي. مظبوط. اولا هتكلم على اسوان الاول، جهد مشكور ليهم بالنسبه لظروفهم وامكانياتهم والخطوره زي ما كلنا قلنا الشوط الاولاني، قصدي في بدايه المباراه، الخطوره بتيجي من الضربات الثابته الحلواني بيعملها، وفي واحده اللي هي جت جون، دي هي طبعا اوفسايد على شبانه. هما بيركزوا في الحاجات دي، يعني الحلواني عمل فاول او فاولين خطيرين وكورنر برضو خطر، وهم مستغلين المساحات اللي النادي الاهلي بيسيبها في وسط الملعب. النادي الاهلي البدايه كانت كويسه، وانا شايف ان جبنا جون يعتبر بدري الدقيقه 22. انت جبت جون في الدقيقه 22، ولكن المشكله الكبيره جدا في النادي الاهلي بعد الجون في هدوء غريب من لعيبه كتيره في الملعب. اولا الشحات وكهربا ما بيقفلوش في نص الملعب مع ديانج والسولاي ولا قفشه، فتحس ان في مساحات في لعيبه اسوان، رغم ان بيلعبوا 5-4-1، هما بيلعبوا 3 في العمق على فكره ورا، اللي هو سولومون منساوي العشري وشبانه في العمق ورا، والالفي ناحيه يمين والحلواني ناحيه الشمال. يعني بيلعبوا 2 ديفندر بس في نص الملعب، احنا 3 زياده، يعني المفروض قفشه والسولية وديانج، ومع ذلك في مساحات شاسعه، لان زي ما علاء قال لا اللي ورا بيضغطوا على نص الملعب ولا اللي قدام بيضغطوا لتحت، يعني في فراغ في جاب، فده بيتحرك فيه لعيبه اسوان وبيعملوا هجمات مرتده خطيره. صحيح. اتمنى ان احنا كسبانين واحد، احنا مستعجلين زياده عن اللزوم، يعني الدرجه 9-4 احنا كسبانين، المفروض نلم وسط الملعب ونعمل استحواذ وبعد كده الجون الثاني هيجي، لكن انا حاسس ان الناس مستسهله شويه الامور. يعني كابتن بلال هيعمل ايه مستر موسيماني الشوط الثاني للحفاظ على النتيجه او تعزيزها، وازاي هيقابلوا اسوان الشوط الثاني؟ هل فكره اسوان هيتغير ويهاجم النادي الاهلي ويضغط عليه من بدايه الشوط الثاني، ولا برضه هيسيب له الاستحواذ في نص الملعب؟ لا بس اذكرك كابتن احنا بنلعب اسوان، يعني اسوان يعني مع احترامي طبعا كامل ليهم، وان الفرقه بتعمل مجهود كبير جدا وبيلعبوا بروح عاليه جدا، روح قتاليه عاليه جدا، وقدروا يوصلوا على مرمى النادي الاهلي اكتر من كوره، لكن انت برضه انت اللي عندك المشكله، المشكله عندك رقم واحد بطيء جدا في التحضير في اثناء في بناء الهجمات، عندك بطء غير طبيعي، حتى الهدف اللي جه من خطا من دفاعات اسوان وخطا من حارس المرمى، وده جه يعني الهدف لما يجي انتهاك خطاك ده مش جاي من عن طريق لاعب او تكتيك او شغل انت اشتغلته، ده خطا اتلعبت الكوره، كان المفروض حارس المرمى هيطلع، لكن كهربا راح في التوقيت المناسب وهو تعامل معاها بذكاء شديد. النقطه الثانيه المهمه جدا، ان اي فرقه من الفرق الصغيره دي اللي هتلعبك هتشتغل ورا الباكين بتوعك، وده اللي ده المباراه اللي فاتت والمباراه اللي قبلها كل الفرقه بتشتغل في الحته دي. صحيح. ورا علي معلول ورا رامي ربيعه، الحل الامثل ممكن في الحته دي انك تلعب بثلاثه ثلاثه في القلب وتلعب 4 في نص ملعب، بحيث انك انت دايما تبقى قدام، ما تديش فرصه لاي فرقه ان هي تبتدي تعمل عمليه التحضير السريع والكرات الطوليه، ويبقى عندك 3 سنتر باكس موجودين يبقوا قريبين جدا من الـ من من الـ من الخطوط، يبقى ايمن اشرف يلعب ناحيه الشمال شويه، رامي ربيعه ناحيه اليمين شويه، وفي النص يبقى موجود ياسر ابراهيم وعلي معلول، عشان ما يرجعش ويطلع كل المسافه دي تقدمه قدام شويه، تبقى انت اوريدي اصلا ضاغط على فرقه اسوان، فرص ما تديهمش فرصه ان هم يبتدوا يحضروا، لان هم بيحضروا كويس وبيلعبوا يا اما الكره العكسيه يا اما الكره الطوليه من ورا الاثنين الباكين. طب هل ممكن نشوف تغييرات من مستر عثماني من بدايه الشوط ولا؟ بص اتمنى، خد بالك احنا كده يعني الطريقه اللي احنا بيها 4-3-2-1، انا مش برضو مش شايف دور للمايسترو في الملعب، يعني مجدي قفشه المفترض ان هو ده المايسترو اللي بتشتغل عليه. انا بشوف ان احنا نزود الاطراف شويه، نحط راس حربه في القلب تاني عشان الكرات العرضيه، تمام؟ بكده نقدر نستغل ونضغط في نص الملعب بشكل كويس، يعني زي بواليا مثلا. زي بواليا مثلا كده. طيب كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني، تحقيق الفوز والحفاظ عليه ان شاء الله باذن الله. بعد الماتش نحتفل بالثلاث نقط، هنروح نتفرج على احداث الشوط الثاني ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظروا.